أهلا بكم. النزاعات العشائرية في البصرة حالت لطالما أرقت الشارع البصري وأقلقت استقراره الأمني. يشكل سلاح المنفلت في هذه المحافظة ظاهرة طبيعية جدا، فلا نبالغ إذا ما قلنا أن غالبية المنازل في البصرة تمتلك أسلحة خفيفة أو متوسطة وربما ثقيلة في بعض الأحيان، كما شاهدنا في إحدى النزاعات العشائرية. مجلس محافظة البصرة طلب اليوم تعزيزات عسكرية من الحكومة في بغداد من أجل نزع السلاح المنفلت وإلقاء القبض على المتسببين بهذه النزاعات التي خلفت العشرات من القتلى والجرحى. قصة السلاح المنفلت في البصرة لم تقف عند هذا الحد، بل أن مصادر في المحافظة تؤكد أن نفوذ بعض القوى السياسية دور في انتشار هذا السلاح بين أوساط الأهالي والعشائر مقابل ضعف تام للأجهزة الأمنية التي تسابق الزمن من أجل القضاء على هذه الظاهرة. نتابع الآن أبرز منشطات حلقة اليوم ثم نعود لنفتح النقاش. المحكمة الاتحادية تؤكد أن تعطيل القوانين النافذة أو توقيفها بحجة إقامة دعوى للطعن بعدم دستوريتها غير جائز. عطلة في توسخورماتو بعد موجة جديدة من القصف بأكثر من 10 هوانات استهدفت منازل المدنيين، والبرلمان يشكل لجنة للتحقيق. اللجنة الأمنية في مجلس البصرة تطلب تعزيزات عسكرية من بغداد لوقف النزاعات العشائرية وسحب السلاح المنفلت. اتفاق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني على ضرورة أن تخوض القوى الكردية الانتخابات المقبلة بقائمة موحدة. نرحب الآن بضيفنا النائب عن البصرة السيد زاهر العبادي. سيد زاهر أهلا بك معنا. إذن تصاعدت حدة النزاعات العشائرية ووصلت لتهديد حياة المواطنين البصريين، يعني هنالك أيضا نداءات إلى القوى الأمنية للتدخل بشكل أوسع، كيف تبدو البصرة اليوم بعد البدء بهذه العملية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى مستمعي ومشاهدي قناتكم الكريمة. بالبدء أحب أوجه الشكر والتقدير لقناة الشرقية على تناول هذا الموضوع الحساس والذي أصبح يمس حياة المواطن وأمنه واستقراره. لاحظنا خلال هذه الفترة تصاعد هذه العمليات والنزاعات والتشاجرات ما بين العشائر ما بين الحين والآخر، وما يؤدي إلى قتل الأبرياء وبالتالي غلق الطرق وأن يصاب الشارع البصري بفتور نتيجة لحدوث هذه النزاعات، وتؤدي إلى تعطيل حتى اقتصاد وأرزاق العالم. طالبنا مرارا وتكرارا من قبل القائد العام للقوات المسلحة بإرسال قوة عسكرية إلى البصرة من أجل فض هذه النزاعات والسيطرة بصورة تامة على السلاح الذي يتم التشاجر به من قبل العشائر وأبناء هذه العشائر التي لا تلتزم بالقانون ولا تلتزم بالأصالة البصرية ولا بالفرائض العشائرية، وبالتالي تعمل على تهور وتؤدي إلى قتل النفس البريئة. ولطالما طالبنا بهذا الاتجاه. طيب سيد زاهر، يعني تمت اليوم صراحة مطالبتنا بإرسال قوة. نعم، تمت اليوم قبول هذه الدعوات وشهدنا يعني بدء عمليات نوعية في محافظة البصرة لجمع السلاح المنفلت، ولكن دعنا نتحدث ليس بكلام إعلامي ولكن واقعيا، هل نستطيع اليوم يعني إخلاء البصرة من السلاح المنفلت، وخصوصا هنالك معلومات تتحدث عن أن أحزاب لديها من الأسلحة والمسلحين هي أيضا تساعد في عدم استقرار البصرة؟ سيدتي الفاضلة، هنالك فرق بين إخلاء المحافظة من السلاح وبين السيطرة على السلاح وعدم استخدامه في غير موقع. بصراحة في زمن النظام البائد كان هنالك سلاح وموجود لدى العشائر ولكل أبناء المحافظة توجد أسلحة في البيوت، لكن الآن نرى بأن السلاح أصبح بصورة كثيفة جدا واستخدامه في غير موقعه. المفترض هذا السلاح يستخدم للدفاع عن البصرة وأهلها من الإرهاب وما شابه ذلك، وليس يستخدم لقتل أبناء البصرة. اليوم المطلوب من هذه القوة هي فرض القانون بصورة تامة ومتابعة هؤلاء المسلحين، وأن تكون ارتباطاتهم بالعشائر ومتابعتهم وإلقاء القبض عليهم وزجهم في السجون. هذه المرحلة الأولى، أما تليها مراحل أخرى وهي كيفية
سحب هذا السلاح وانتزاعه من هؤلاء المتمردين ونظرا لكثرة استخدامه في غير محله. نعم سيد زاهر، مستمرون معك في حديثنا، ولكن دعنا نتوقف قليلا. بالعودة لإكمال حوار مع ضيفنا سيد زاهر العبادي. سيد زاهر، يعني البصرة تحتاج إلى استقرار أمني كبير، وخصوصا بعد تفشي جميع أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وحتى الثقيلة التي شهدناها في بعض النزاعات العشائرية، ولكن للأسف هنالك بعض العشائر التي تحسب على عشائر البصرة تقوم بمحاباة الأحزاب، وأيضا بعض هذه يعني العشائر تقوم باستخدام السلاح ربما لحماية هذه الأحزاب، فكيف أنتم يعني ستتعاملون مع هكذا نوع من المواضيع في البصرة؟ يعني بصراحة لا توجد لدينا عشائر تعمل على حماية الأحزاب، وإنما الأحزاب لكل منها قوة خاصة بها تعمل على حمايتها بهذا المجال. لكن هنالك أسباب لعدم مكافحة هذا الوضع وهذه الأزمة الموجودة من استخدام السلاح وتعدي على الأبرياء وقتل النفس البريئة، وذلك بسبب عدم وجود القوة الكافية في محافظة البصرة من الجيش والشرطة لتمكنها من العمل بهذا الاتجاه. ثانيا، وجود الشرطة وباعتبارهم من أبناء المحافظة يكون هناك خشية من التعامل بقوة مع أبناء العشائر على اعتبار من نفس العشيرة ومن نفس المكون، وبالتالي يصعب مكافحة هذا الأمر. لذلك استعانينا بأن نطلب من السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بأن تأتي قوة ليس لها شأن في محافظة البصرة غير فض هذه النزاعات واستقرار الوضع الأمني، لأن البصرة اليوم ليس فيها إرهاب وإنما فيها نزاعات عشائرية تعمل على هذه البيئة المستقرة، تجعلها غير مستقرة وغير مطمئنة وبالتالي غير صالحة حتى للعمل. لذلك عندما يرسل القائد العام للقوات المسلحة هذه القوة سوف تعمل بكل إمكانياتها وتحاول استقرار الوضع في البصرة. طيب سيد زاهر، يعني يبدو هنالك صعوبة في تطبيق القانون في البصرة كما تحدثت، أنتم بحاجة إلى قوات خارج المحافظة لتطبيق القانون، يعني هذا الملف مهم جدا للبصرة، هنالك نزاعات ليست فقط عشائرية وليست فقط السلاح المنفلت في يعني البصرة وليس فقط السلاح العائد لبعض الأحزاب لحمايتها أو لتنفيذ أمور أخرى تعود إلى بعض الأحزاب، ولكن يعني النزاعات تتنامى أيضا في البصرة حول تهريب الأسلحة، حول تهريب المخدرات، وإذا لم يتم تطبيق القانون على الجميع فاليوم ربما يتم استغلال هذه النقاط، نقاط الضعف في البصرة. أحسنتم. هنالك يعني بالنسبة للمخدرات وبالنسبة للسلاح هنالك مافيات منتشرة في محافظة البصرة تعمل على تهريب المخدرات وتعمل على تهريب الأسلحة، وهنالك تعمل على تهريب النفط الخام وما شابه ذلك، وبالإضافة إلى مافيات موجودة في المنافذ الحدودية. هذه المافيات تعمل على السيطرة على موارد البصرة وتعمل على القيام بكل هذه الأمور من تهريبها خارج العراق لما لها من موارد مالية تعود لها بالفائدة، فبالتالي هذه وغيرها يتطلب الأمر استدعاء قوة كاملة لبسط الأمين والسيطرة بصورة تامة، ونريد أن تكون هنالك قوة عسكرية ليس فقط لفض النزاعات وإنما تتواجد في المنافذ الحدودية وخاصة في المواني، لأن هنالك عمليات تهريب وهنالك عمليات سرقة وهنالك عمليات منظمة يتطلب لهذه القوة أن تبسط سيطرتها لكي تحد من هذه العمليات، لأن كما هو معلوم للبصرة منافذ برية وبحرية وجوية، وبالتالي تعتبر بيئة مطمئنة للاستثمار وجاذبة للاستثمار.
في حالة كثرة هذه القضايا فيها وهذه المشاكل سوف تصبح بيئة طاردة. ونحن وجود في البصرة أكثر من 600 شركة عاملة في الحقول النفطية تطلب لها الأمن والاستقرار حتى تنهض البصرة بواقعها الخدمي والأمن والاستقرار. طيب يعني ما أدى في البصرة إلى ما يعني هي عليه الآن من نزاعات عشائرية وسلاح منفلت، يعني هو بسبب ضعف القوى الأمنية. هل ستعملون اليوم على تغيير قيادات أمنية ربما أو مفاصل أمنية في داخل المحافظة لتقويتها وخلق بيئة آمنة ومستقرة؟ يعني بصراحة هذا يتطلب الأمر، هنالك تقييم للقيادات الأمنية من قبل القائد العام للقوات المسلحة سواء الجيش والشرطة والاستخبارات والأمن الوطني وغيرها من الجهات الأخرى. هنالك جهات تقيم هذا الوضع بالنسبة للقيادات، وبالتالي عليه أن يؤخذ بنظر الاعتبار كل الذي يقوم به هؤلاء المتمردين في البصرة، ويجب أن يكون هنالك حزم من قبل القائد العام للقوات المسلحة. لاحظنا خلال الفترة الماضية بأن قيادة عمليات البصرة قامت بمحاولة للصلح بين هذه العشائر لكن لم تصل إلى نتيجة، وبالتالي يتطلب اليوم استخدام القوة اتجاه هؤلاء الذين يقومون بهذه النزاعات والتي تعطل العمل وتعطل أرزاق الناس وتعطل الأمن بالبصرة. يتطلب اليوم إجراءات حازمة وعدم لا تأخذهم في الله لومة لائم. نعم، النائب عن البصرة سيد زاهر العبادي، شكرا جزيلا لك. من جديد، كشفت شهادات لنازحين عن إرغام السلطات العراقية على إعادتهم إلى مناطق غير آمنة من أجل إجراء الانتخابات في موعدها. تزامنت هذه الأنباء مع دعوات لتأجيل الانتخابات من كتل سياسية بعينها بسبب وجود أعداد كبيرة من النازحين الذين لم يعودوا إلى مناطقهم حتى الآن. فهل تحول ملف النازحين من مادة انتخابية إلى ذريعة لتأجيل الانتخابات؟ نتابع التفاصيل في سياق هذا التقرير. أكثر من 50,000 نازح أجبروا على العودة إلى مناطق غير آمنة في محافظة الأنبار، هذا ما كشفت عنه وكالة رويترز نقلا عن عاملين في مجال الإغاثة. أكدوا أن السلطات العراقية ترغم نازحين على العودة إلى مناطق غير آمنة في محافظة الأنبار لضمان إجراء الانتخابات في موعدها. وتكشف مقابلات أجرتها رويترز مع العاملين بوكالة الإغاثة وعشرات النازحين في مخيمات مدينة عامرية الفلوجة أن كثيرين أجبروا على العودة لبيوتهم ومناطقهم المدمرة، وأن البعض كان مصيره القتل أو الإصابة. ويقول العاملون في الإغاثة إن شاحنات عسكرية تصل إلى المخيمات دون سابق إنذار، ويعلن قادة عسكريون قوائم بأسماء البعض يتم منحهم ساعة لجمع متعلقاتهم للرحيل. هذه الأنباء أكدتها دبلوماسية أمريكية في بغداد، قالت إنها سمعت تقارير عن العودة الإجبارية للنازحين إلى مناطق غير آمنة، وإن سفارة الولايات المتحدة نقلت تلك المخاوف إلى الحكومة العراقية، إلا أن الدبلوماسية الأمريكية قالت إن الحكومة العراقية شددت على التزامها بالعودة الآمنة والطوعية لجميع النازحين، لكنها قالت أيضا إن ثمة رغبة حقيقية في إعادة الناس إلى بيوتهم بأسرع ما يمكن. وتكشف شهادة حية لعائلة أنبارية تؤكد أن قوة أمنية وصلت في 25 من تشرين الثاني المنصرم إلى مخيم في عامرية الفلوجة، وطلبت من ابنه صالح وأسرته العودة إلى بيتهم على الرغم من أن بعض معارفهم أبلغوهم أن المنطقة مليئة بالشراك الخداعية التي تركها مقاتلو داعش وأن دورهم قد دمرت. وقال مهدي لروترز إن أحد القادة المحليين أبلغ نجله أن الأفضل له أن يعيش في خيمة داخل بلدته بدل العيش في خيمة داخل المخيم.
نرحب الآن بضيفنا سيد رعد الدهلكي رئيس لجنة الهجرة والمهجرين. سيد رعد أهلا بك معنا. يعني يفرحنا سماع عودة النازحين، ولكن استخدام يعني هذا الملف الإنساني لمآرب يعني سياسية انتخابية لم أجد له توصيف. يعني أنت رئيس لجنة الهجرة والمهجرين، هل هذه المعلومات حقيقية؟ هل هذه تصرفات حكومية؟ هل يعني أمنتم المناطق عندما قررتم إعادة النازحين؟ بعد التحية والتقدير لك سيدي الكريم ولمشاهدين منبرك الكريم. حقيقة نحن مع عودة النازحين، والجميع يطالب بعودة النازحين وليس قتل النازحين. اليوم النازحين عانوا ما عانوا في المخيمات، لكن علينا ألا نعيدهم إجبارا إلى مناطقهم، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا في أي منطقة من المناطق، ويجب فصل ما بين الملف السياسي والملف الإنساني. يعني سيدتي الكريمة، هناك بعض المناطق في الأنبار وخصوصا جزيرة الخالدية وبعض المناطق الأخرى التي وفر فيها أبسط مقومات الحياة، وخصوصا جزيرة الخالدية، من يدخل إلى جزيرة الخالدية يدخل بكفيل، وهذا دليل على أن هذه المنطقة عسكرية. يجب توفير الأمن، ويجب توفير الاستقرار والخدمات والمناخ المناسب للعودة، وإلا عودة النازحين من مأساة إلى مأساة أخرى فقط لإرضاء بعض الجهات السياسية أو إرضاء التوجه الحكومي برسالة أو رد الرماد بالعيون بأنه هذه المناطق قد اكتملت بأعداد النازحين أو عودة النازحين لكي تكون خطوة لإجراء انتخابات، فهذا مرفوض أصلا. هذه من جانب. من جانب آخر، يوم أمس أرسلت وفد من لجنة الهجرة والمهجرين إلى الأنبار، واليوم كان المفروض أنا شخصيا ومع لجنة من هجرة المهجرين البرلمانية بالذهاب إلى الأنبار للوقوف على هذه الحالات، لكن كانت هناك إجراءات الجلسة البرلمانية ووجود بها بعض المواد المهمة وخصوصا قانون الانتخابات حالة دون ذلك. سأعمل خلال 24 ساعة القادمة. طيب سيد رعد، يعني يقتل النازح؟ لدينا مؤشرات. يعني لو سمحت، يقتل النازح ويصاب لأجل عيون السياسي، يعني هل يعقل أن شاحنات عسكرية تصل إلى المخيمات دون إنذار سابق، ويقوم قادة عسكريون اليوم بذكر أسماء معينة؟ نحن نتحدث عن أرقام سربت بين 1500 إلى 5000 نازح تم إعادتهم إلى مناطق غير آمنة. هنالك من أصيب، هنالك من قتل، وأنت تتحدث يعني كونك أيضا يعني جهة يجب أن تراقب هذه الأوضاع. ماذا قدمتم؟ هل رفعتم تقارير بهذا الإطار؟ سيدة الكريمة، أنا كنت أريد أكمل كلامي بأنه أشرنا إلى أن هناك هذه الحالات موجودة في بعض المناطق، والتوجه السياسي لإرضاء الحكومة في بعض المناطق، وهذا مرفوض بالكامل. هناك تقارير كتبت ووجهت إلى الحكومة بالجهات الرسمية في الحكومة للوقوف على هذه الحالات، وهذه الحالات مرفوضة جدا. وكذلك تم هناك اجتماع لجنة الهجرة المهجرة البرلمانية مع منظمات المجتمع الدولي التي شخصت هذه الحالة والوقوف عليها، وكتاب التقرير واضح، أرسل إلى هيئة الرئاسة وأرسل إلى مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة لرفض هذه الأمر، ويجب أن تكون هناك خطوات إنسانية حقيقية وتوفير مناخ المناسب للعودة. لذلك نحن نرفض بالكامل مثل هذه الحالات، ويجب التعامل مع من عانى ما عانى من النزوح، يجب أن يكون في المجال المناسب للعودة أو المناخ المناسب للعودة، لا المناخ المناسب للسياسة أو المكاسب السياسية. نرفض العزف على أوتار النازحين واستغلال النازحين كرصيد لانتخابي فقط وليس رصيد مجتمعي. نحن مع عودة النازحين، والسياسة لتذهب أينما تذهب. علينا أن نكون مراقبين لهذا الأمر، ونحن حقيقة في الميدان. وأنا أتكلم مع جنابش أنه لدينا ذهاب يوم غد بعد أن أرسلت لجنة شخصت بعض الحالات، سنذهب إلى الأنبار للوقوف على هذه الحالات ورفضها، وكذلك إلى المحافظات الأخرى. هي ليست فقط في الأنبار، حتى بعض النازحين العادوا فقدوا وخطفوا من بعض الجهات العسكرية وهددوا، والبعض من عندهم مع الأسف قد لاقى مصيره بالعودة من خلال تهديد بعض الجهات التي تطبق أجندات خارجية أو تعمل على تحقيق الملفات الإجرامية. نعم سيد رعد، مستمرون معك، ولكن دعنا نتوقف قليلا. We'll be right back.
العودة لإكمال حوار مع ضيفنا سيد رعد الدهلكي. سيد رعد، يعني الركام وحطام المباني، وحتى يعني إذا ما تحدثنا في الأنظار لا توجد بنى تحتية في بعض المناطق لإعادة النازحين إليها. أيضا إذا ما تحدثنا في الموصل هنالك لا تزال جثث تحت الأنقاض، فكيف يمكن الحديث اليوم عن إعادة نازحين وقصرا؟ يعني اليوم النازح يريد العودة حتى لو كان سكن في خيمته البسيطة في مدينته أو في منطقته، ولكن يعني العودة والتفريط بحياة النازح وتعرضه للإصابة أو القتل هذا هو غير يعني مقبول أبدا. سيدي، هذا غير مرفوض وغير مقبول نهائيا حقيقة، عدم توفير المناخ المناسب، هذه من جهة. من جهة أخرى كل ما ذكرتيه بشكل واضح وحقيقي وفي أرض الميدان موجود، لا يتوفر أبسط مقومات العودة أو لا يتوفر أبسط مقومات الأمن. هناك بعض المواطنين عندما عادوا إلى مناطق هي لحد هذه اللحظة عسكريا عانوا ما عانوا وتعرضوا ما تعرضوا من إصابات ومن عدم استقرار والخوف الشديد الذي كانوا يحيط بهم بأطفالهم بعوائلهم، وكأنه نرمي بالنازحين في النار حتى نرضي الحكومة أو نرضي السياسيين. هذه من جانب. من جانب آخر سيدي الكريمة، عندما يخرج النازح من المخيم سيكون هناك لجنة الهجرة مهجرين نزلة أو سقطة من جدول أعمالها، لذلك لم تقدم له المساعدات بالعودة، يكون في ذمة وزارة التجارة ويكون في ذمة الوزارات الأخرى. لحد هذه اللحظة لم نرى وزارة التجارة تقوم بشيء بتوزيعه على العائدين من مواد غذائية وإيوائية وغذائية وصحية. لذلك أوضاع النازحين في المخيمات قياسا مع اوضاع النازحين العائدين في بعض المناطق، ليس كل المناطق، في بعض المناطق هو اهون بكثير من العوده. لذلك اذا ما ارادت الحكومه ان تعيد النازحين وان تغلق هذا الملف، يجب ان توفر الاجواء الحقيقيه. طيب. من توفير المواد الغذائيه، من توفير المواد الصحيه، من توفير. طيب سيد رعد، يعني اذا كان النازح ومن يذكر اسمه من قبل قاده عسكريين كما شاهدنا بالصور لإعادته إلى مناطقه قصرا، وهذه المناطق غير آمنة، أيضا ذكرت قبل قليل بأن هنالك البعض من هؤلاء النازحين فقدوا، يعني هذا الملف تحديدا هل هنالك من تحركات عملية من قبلكم؟ يعني نحن سيدتي الكريمة كجهة إشرافية ورقابية وضعنا هذا الأمر بتقرير رسمي وبتقارير رسمية متتالية لرفعها إلى الجهات المختصة وخصوصا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للإشارة إلى هذا الأمر والوقوف على هذا الأمر ميدانيا وأمنيا للحفاظ على أرواحهم. لذلك من خلال قناتكم الكريمة نرفض إجراءات الحكومة القسرية بعودة النازحين، نرفض إجراءات رمي المواطنين في النيران لإرضاء السياسيين، هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا. ونحن نعمل بتواصل مع المنظمات الدولية في إشارتهم أو وضعهم أمام هذه الحالات لتشخيصها والعمل على تجذيبها أو رفضها بالكامل ومنعها. سيدتي الكريمة، حتى بعض العوائل النازحة العائدة دورها مهدمة وهذا ليس مخفي على أحد، لا تستطيع هذه العوائل حتى أخذ الخيام المخصصة لها ووضعها في منطقة دارهم المهدم لكي يعيشوا تحت هذه الخيمة. لذلك بعض العوائل عادت اليوم تعيش في العراء، صح هي عادت لكن تعيش بالعراء. لذلك إذا ما توفرت الخدمات الحقيقية والحياة الحقيقية لهذه العائدين سيكون. وضحت صورة سيد رعد، ولكن لضيق الوقت نعم، شكرا جزيلا لك سيد رعد الدهلكي رئيس لجنة الهجرة والمهجرين. بهذا مشاهدين نصل لختام حلقة اليوم من منشط أحمر، أشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.